اولا اهلا وسهلا فيكم انتم، يعني اضفتوا شيء كبير للدورات الرمضانيه للامانه، للسنه الثالثه على التوالي، وانتم قاعدين تقدمون عمل في فارق من سنه للسنه اللي بعدها. اليوم كان في فارق كبير للامانه، فارق يعني ما شاء الله تبارك الله. اول شيء خلينا نتكلم عن المنشاه، في تحسن كبير في المنشاه، في اضافات كبيره، فيه ناس يمارسون اللعبه بشكل برقم ممتاز تعودناه زمان في حواري الشرقيه او الدمام او الخبر. لا، اليوم شفنا ما شاء الله اعداد كبيره في هذه المنشاه الجميله. هذا بالنسبه للمنشاه، اما بالنسبه للدوره فما شاء الله تبارك الله التطور ملحوظ جدا وواضح جدا. ما شاء الله تبارك الله تقبلتوا الملاحظات من الجميع بشكل رحب، يعني واضح ان العالم يعني حابينكم، قدموا لكم ملاحظات بشكل مستمر وكبير. دورت شيء، تعرف انا احب كلها انتقد وكذا، دورت اليوم شيء منه ولا منه ما في، اخر شيء كنت حق بدر العثمان شيل الاعلام حطهم فوق. فما شاء الله تبارك الله شغلكم جدا كويس، واتمنى ان احنا ان شاء الله نجي السنه الجايه. طبعا السنه الجايه ما لكم عذر، الجو راح يكون افضل ان شاء الله، راح تكون اذا الله اعطانا اياكم عمر بتكون في الشتاء، راح تكون افضل وبيكون الحضور ان شاء الله اكبر واكبر. الحضور الجماهيري ايضا مميز مختلف عن السابق، ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى الحضور نوعي، يعني ما فيه يعني زي ما تقول ما في تجاوزات، الكل ملتزم، الكل ملتزم مقعده، ملتزم بالوضع العام لحضور هذه البطولة. الفرق ما شاء الله تبارك الله منظمة، لجان الحكام أو طاقم الحكام جدا كويس، جدا رائعين، جدا لبقين، واللاعبين أيضا ما في اعتراضات، وهذا شيء يدل إلى أن الحكام الموجودين عادلين جدا. العادة يكون صيف الأندية في المنطقة الشرقية مثل جوها ساخن، مثل الأجواء الصيفية ساخنة، لكن بأمانة في فتور وفي برود غريب، خاصة من جانب الاتفاق ومن ثم القادسية. كل قادسية الدور الثاني السنة الماضية يعني قدم مستويات فنية كويسة وما طور، رجع الوضع المتردي. الاتفاق ما كان موسم جدا للنسيان، يعني بعيدا أن حقق انتصارين مهمين على الهلال والنصر، لكن موسم للنسيان. واتمنى أن يكون في عمل من قبل إدارة أخوي خالد الدبل ومن قبل الأخ معدي الهاجري، يكون عمل يوازي طموحات محبين هذين الناديين صراحة، لأن كل شيء متوفر ما شاء الله تبارك الله، الدعم موجود والأسماء موجودة والفكر موجود، فقط نحتاج للتركيز ونحتاج لعمل رياضي أو عمل إداري رياضي حقيقي، وأشدد على هذه حط عليها ألف خط، عمل إداري رياضي حقيقي. ولا يزعلون مني، ما كان هذا العمل موجود وما كان ملموس. أتمنى لهم بس إنه يركزون في اللاعبين الأجانب. القادسية ما شاء الله توفق السنة الماضية، الاتفاق ممكن كان في أسامي كبيرة ولكن ما ظهروا بالشكل الكويس، لذلك الناس كلها تراهن على اللاعبين الأجانب وتراهن على المدربين. اتفاق غير مجموعة مدربين، كذلك الحال بالنسبة للقادسية، ممكن الخليج اللي قاعد على مدرب اللي غير بس بداية الموسم هو اللي هبط، لكن أتمنى أن يكون في اختيار دقيق جدا للمدربين واللاعبين الأجانب واللاعبين المحليين. تتحدى ويتحداك.